السلام عليكم متتبعين ديالي الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. واليوم جيناكم بواحد الفيديو، اش غنقول لكم؟ انا والتلتيش ديالي جديد ان شاء الله، جديد طحنا على البحر، ما كان غير نعرفك صحاب والله الا درنا البحيره ديال الحرور. المهم ما عليناش ماما، المهم استفدنا احنا، جنينا دابا الخير ديال ربي. هي تبارك الله وصلى على النبي، وقبلوا علينا المشاهدين ديالي داخل المغرب وخارج المغرب، وشكرا لكم بزاف 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 كي كتشجعونا كي كتوقفوا معنا، الله يرضى عليكم. غبرتي ماما على المشاهدين، والله يجعل سيدي ربي يعطيكم راحه الله ان شاء آمين الله. امين يا الوالده، امين يا سيدي ربي، ان شاء الله يشدوا فينا وفي المشاهدين ان شاء الله. اللي ما كنساهمش راه ما شهد عليا الله، كان نعطيكم الدعوة وحدة ونعطي المشاهدين ديالي حدا. ربي يخليك الوالدة ديالي، وتحية للمتتبعين ديال الميمة ديالي فين ما كانوا. نهار كبير هذا اللي تنتشافوا معاكم الحمد لله، وكنتواصلوا معاكم عبر القناة ديالنا. واليوم ان شاء الله دايرين واحد يعني شي حاجة اللي هما زوينين وما كيخطاوش اي دار مغربية. واليوم جينا نصايب لكم ان شاء الله الحار على حق وطريق ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ماما غادي تكلف بالحار الطايب، وانا غادي نتكلف بالحار المرقد. ان شاء الله يا ربي، وحده طيب وحده ترقد. غنشوف شكون اللي غتجي الوصفه ديالها غزاله زعما. صافي انا هي اللي غنحكم ان شاء الله. شويه الوقت هي ديالك كتوجد دغيا. بصح بصح ما عليناش، المرقد ديما تاتيش كيخصو ليا الحكم ديالك على ما الطيب ديالك. صافي ونحكموا على لا بالحق. كيما كتشوفوا معنا ميمه اختي هنا عندنا، انتما بعدا نوريكم الطبيله والاشكال. انتما الطبيله ديالنا مزينه باللون الاحمر، والله الا تيتش كتحمق على اللون الاحمر كيلي بوج. المهم انتما شوفوا هاد الحمامر هادي حاره كترجي المتتبعين. شوفوا غير السم ديالها راه عرفتي ميمه عرفتي ياسين تيموت على هاد الحار. هاد الحار المسموم تيكون خطير، اما هاد الغليظ شويه تيكونش فيه نفع بزاف. هاد الحمراء ماما كله ما فيهش الخضر، لا لا ما فيهاش الخضر. هادي شوف شوف راه ماما بعدا كنديرها في فريكو، درتها في فريكو بغيت نطيبها ما ساليش. وهادي تيجي حاره ودرتها في فريكو. لا هادي حلوه غادي ان شاء الله تزيدها ماما مع هذه. وهذه انا راني غسلتها ونشفتها وخصت نحطها فيها قطرات الماء. اي والله الوالدين. وهنا شنو عندنا؟ وهنا عندنا اختي شويه ديال الثومه، هانتي الثومه صاينه وتكون نيت ديال الوقت، تكون زعما طريه. شنو فهاد القرا؟ هذا ماما سميتو ازير. ازير ازير كنمشي للسميه ديالو. ما قلتيناش هاد القرا شنو فيها؟ هادي ما قلتلكمش اختي شنو فيها. انا هذا القصبور اليابس، هذا القصبور اليابس اللي ما كيخطاش منكم يا منى. شوفوا المتتبعين اليابس هذاك جبتو نقيتو طحنتو درتو في القريعه كيعجبني. حتى في الماكله حتى في كلشي كتستعملو يا في الماكله. وعندنا هنا ورق سيدنا موسى، عندنا حامضه مصيره وحامضه عاديه وحامضه عاديه. عندنا هنايا الزعتر، ها هو تاع نفس القرع. عندنا الزيت البلديه والزيت البلديه وفي ماء طيب. هنايا القريعات انا ديالي باش غتطرق ديتيش، هادو غادي ندير فيهم مرقدين، وهادي غادي ندير فيها ان شاء الله حتى هي المرقد اللي غادي تكون في الكوزينه على الطبق ديالنا. داك الطبيله بقاو نشوفوا الاطباق بصح كيجي غزال، وفي ديك النكهه ديال الزعتر ودوك الاعشاب كيجي زوين. ياسين كيحمق على هاد الوصفه هادي، وقال لي والو خصك تطبقيها انت وماما ان شاء الله وديرها للمتتبعين. والله الا عجبته مشكل بصح كنقلع عليها طول العشاء. كيقول لي انا مزوق معايا حتى الخاتيه من شويه الحر، تنقول له حشمتي بيا ويلي. لا عادي ديما مسكين تنجيبو الحر، ديما داير لهم الشنطه. انا ماما شي حار جيبي غير كنقول لهم الحر بصح كيجيبوا لي ياسين. ولكن تيطلع واعر ان شاء الله. غادي ندير لهم شويه المليحه بالنسبه للحر، ماما غادي دير فيه شويه الملحه. انا ديالي غير واحد الكميه اللي هي قليله، ودابا انا غنقص له ان شاء الله ميم اختي هاد العواد. اها هاد العواد هادو باش يجيني هكا يا خيها. وماما غادي ان شاء الله بدا تخدمي ديالك ونخدم ديالك. خدمي ديالك خدم ديالي صح. ما تقلي عليا ما نقلي عليك صح. لا 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 والو والو ماما صوتكي مجروح. المشاهدين عيانة شي شوية وسمحوا لي على هذا الصوت، ما عندي ما يكون. الحمد لله قبلوا على مكالمه، الله يعطيكم الرضا وشكرا لكم وليداتي. الله يخطى علينا الوالدين. امين امين يا رب، يحيدكم حتى انتم والديكم ان شاء الله وليداتكم، وتشوفيهم
داكشي فاش فلاكم ان شاء الله تشوفوا وليداتكم ان شاء الله يا رب. استرا هنا سهوده انت يا ميمه. وكاين اللي كيزلقها ميمه كيزلقها في شخات ليبرا وكيزلقها في الشمس حتى كتولي مشمشه مشمشه ويابسه ويشدها ويطحنها في الميكسور ويدير الكمامه بعدا قبل ما بصح عرفتي طلعت معاك ديك الريحه صافي تبات نهار كامل كتعطسي بدون ثبات بقى اتشه يقول لك فيك كوفيد والله الا كوفيد دزنا داكشي اللي كاين. المهم ان شاء الله اللي بغى يديرها ديك الطريقه راه زوينه وطحني معاها حتى الثومه يابسه ياك ماما. زوينه حتى الثومه. شنو ماما ما شتيش انت هادي حيت كطبخ وتعطي الريحه ديال دابا انت غير سدي باب الكوزينه بعدا باش ماش غير ولدي ما حنا هانيه انتما متتبعين شوفوا فين واصلين. غادي تزيد واحد ربعه ديال هادو ديال هادو حلوين اللي حلوين صراحه عرفتي كتجي غزاله على شتا بزاف الناس كيزيدوا معاها هذيك الحلوه وكتعطي الكميه حتى هي راه عندها المذاق ديالها زوين مذاق واعر فهاد احسن قو انا المهم هاد العريسه هادي بالنسبه للخضراء والحمراء الحمراء عزيزه عليا المهم هاد العريسه المشاهدين هنا خاصها ترشيد الشو غنصيفطوا له بصح هو تيعطيهم العريسه المهم حنا كنرجعوا خصكم تتقدوا احر هريسه باش اللي كلاها تما ما يزيدش الثانيه والله حتى هذا الرقيقه هذه بقاو يقولوا غير الصراحه ها اللي بقاو يقولوا غير الصراحه حيت اه مادام صراحه يا منى لا نهضر زعما على داك البرنامج الصراحه يا منى حيت جبت حكايه لا ياسين مادام الصراحه حيت ماما مسكينه كتصرف بزاف واخا الحاجه عندها كترشينه تعمينا لا لا ما تخافيش حبيبتي ديالي واش دابا غتكملوا هكا باش ما نطولوش على المتابعين المشاهدين ديالنا ان شاء الله يبقاو معنا على ما يقطعوا هادشي كلشي كميه كامله متتبعين من بعد ما كملوا كاع التقطاع ياك ماما كملت القطاع ديال الحاره ديالي ودرت جوج حلوات وشويه الثومه وهذا القزبور اليابس كيعجبني انا في الهريسه كيجي واعر كيجي واعر والمليحه فهمت صافي صافي غادي نمشي نرد هذا دابا طيب مزيان تتولي هاريه ونخوي عليها الزيت البلديه ونخليها تطبخ 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 مزيان ونجيبها نطحنها قدامكم ونوريكم الطريقه ديالها يلا احنا ضروري غنشدو معاك شي حاجه فاش غتكوني كطيبه انا الكادو ما بقاش بزاف اتيتيش ما بقاش بزاف بقى هادشي هذا ان شاء الله شويه باش عاوتاني نشدو معاك الطريقه طريقه غزاله ديال الطرقه داختي يلا خليكم معنا كتشوفوا معايا ماما رهنات باش توجد الحار الطيب ديالها وانا ان شاء الله غادي دابا ندير هذا الحار اللي هو مرقد واللي قلت لكم يدار في القراعي ديال الزاج حسن الزاج يكونوا القراعي ممسوحين من الماء ما يكونش فيهم الماء الداخل حيت داك الماء هو اللي يخلي هذا الحار ديالنا يخسر لينا يعني خصو يكون ناشف من الماء 100% كما كتشوفي انت انا شمشتو باش نحيد يعني كاع الشكوك ديالي كامله من الاحسن تجي الزاج ما داك البلاستيك ولا ما ديروش لا متتبعين احسن حاجه هي انك ديريها في ديال الزاج كتبقى امنه وكتبقى محافظه تطين صحي هاد الزاج هذا صحي ما فيهش يعني غير كطبخيه صح ما تفيد منه الميكروب وكلشي اما ميكا راه كتشد بزاف ديال الحوايج الخايبين انت غير قرايات ديال الكونفيتير المهم اللي كاين عندكم في الدار اللي متواجده في الدار
غادي نحاول ان شاء الله نعمر هاد القريعات هادو بجوج وحتى هادي معاهم وغتشوفوا شنو غادي نضيف معاهم ان شاء الله يا ربي خليكم معنا. ونسيت ما قلت لكمش ندير شويه المعدنوس وديك الهريسه نحط انا واحد الطرف ديال الحمص واخا ماشي هذاك هذاك المصير المصير اللي بغيت غير واحد دا غير واحد غير واحد هانا المشاهدين يا يعني تصير المعدنوس والحمص غير المعدنوس والحمص طيبوا غنشوفوا كي جا هادشي ديالكم يلا خليكم معنا يلا خليكم معنا ان شاء الله على ما نعمر انا هادي خصني نستفها مزيان باش تجي هي هذيك واقفه صح باش ملي غادي نعطيها التوابل ديالها كلشي غادي ترقد وغادي تكون زوينه كلشي يشد التوابل ونسيت ما قلت لكمش واحد الحاجه راه كتبقات تكوها مي تكونوا كتنقيوها تكوا باش يخرج داكشي ديالها تكوا واحد شي بحال هكايا غير واحد تقيبه بحال هكايا باش يدخل فيها ني التوابل وهي تطلق الحراره لو مع داك وكنتقبهم في نفس الوقت نسيت ما قلت لكمش يعني ملي كدير لها بحال هكا كتطلق داك المواد ديالها الحارين كاع في التوابل تتاخذهم المهم خليكم معنا ان شاء الله انا ساليت دابا جابت ماما القرعه الرابعه اللي غادي نديرو ان شاء الله يا ربي شاط لينا الحاره غنشوف انت اش كيطلعوا ها انت اختي اميمه لا واعي تراب انتي متتبين شوفي دوري شوفي من التحت كاينه الثومه شوفي من التحت الحار البلديه غدير الزيت البلديه تقادهم مزيان لا لا واعر درت فيهم اليازير درت فيهم الزعتر الثومه ورق سيدنا موسى الحامض ودابا ان شاء الله غادي ندير ها هي القرعه الثالثه هي هي وحكيت على ماكايا الزعتر كيجي بنين في ديك الزويته اللي كتخرج منه كتجي فنه هذه دابا ان شاء الله ندير معلقه صغيره ونتمنى المتتبعين يجربوها معلقه صغيره صافا هذه غنشوف كي غندير ليها هادي غادي نديرها هكا هاديك عندها الراس صغير خصنا نحقر ولكن ما جناش مش مشكل هكا حضرنا فيها خصني نزيد واحد شي شويه واه باش ما تجيش مالحه بزاف وصافي لا ما غاديش تجي ان شاء الله مالحه حيت ديك الملحه هي اللي ما كتخليش داك الحار يخسر بصح على اللي قالت لي ماما ياك الوالده هي اللي الملحه اللي ما كتخليش الحار يخسر ياكي الملحه هي هانتوما متصبين تماهم بالزيت البلديه هادي غادي نخلطها فيها الاحمر فيها تديش راه خلطتها ماما خلطتها ماما انت خلطتي خلطتها مزيان هانتوما حتى كتغطى كامله بديك الزيت صرات فيها هانت كنحاول ندير المعلقه هكا هكا مازال سميتو حتى كتولي كتخرج غتعطيوها المده طبعا تحطوا في المطبخ ديالكم شي حاجه ما تضربهاش الشمس وسطها لا لا ضروري خصها تحطها شي بلاصه حيت فيها زيت البلديه وزيت البلديه ما كتبغيش الاشعه كما كتعرفوا ها انت امي باش تغطيها تخليها زيدي شويه زيدي شويه غادي نزيدها ماشي باش تغطى اه الا ما تغطاتش كدير واحد الطبقه بحال هي بحال بغات تخسر غادي نزيد هنايا كذلك الزيت نتمنى ان شاء الله تعجبوني الدار وتعجبكم نتوما المتتبعين وتجربوا معنا هذه الوصفه هذه ان شاء الله لا لا ضروري جربوها عتي راه الطريقه ان شاء الله اللي كندير كتجي زوينه بزاف نتوما كتشرب من ديك الزيت الاصليه عندنا حنا الزيت واعره صراحه كيتقداوها ماني نضرت كتحمق زوينه ياك يا ماما والله ما نشوف الصباح هذا لا واري صراتيهم وغادي نخلي ان شاء الله دابا غنسدهم انت الصباح شربت واحد معلقة على الريق والله الا غزاله لا لا زوينه حتى انا راهي عندي ماما مرض لي بالسدات والله نجيكم عرفتي شريت له لونتي بيوتيك وداكشي ما قضى فيه والو بصكيت غير على الزيت البلديه انا خديت الزيت فنه غزاله هذا اللي جابها لي تحيه ليه من هذا المنبر كيجيني الله يعطيه ربي يعطيه شي حجه ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله يخليو لي وليداته ان شاء الله تجي دابا دير لهم داكشي ديال نحاول دي ما يدخلش الريح هكا افوت دابا الغطايه ضروري هاي ابري
هانتي امي اختي شوفي كيف كتشكي. اه لا تما شوفوا المتتبعين شي حاجه واعره كتشهي نسيتي وقتي الناموسه والزعتر وما كلشي اقسم بالله الا كتشهي انا كتشهي صح شي حاجه مهم قاطاني كتحمقني ماما تعلمت الطريقه عيطي لي ياسين سرقت الطريقه عيطي لي ياسين هانتي ماما بقاي ديري ديما هادي هادي اللي مرقده كتعطي واحد البنفشكال صح والله الا طيبه زوينه الصراحه الله كلشي الطرق زوين المهم محبي ديال الحار اللي كيحمق على الحار جوج ديال الطرق درناهم اللي كيحمق على الحار يعطينا تحيه داخل المغرب وخارج المغرب وشكرا لكم شكرا لكم على هذا التشجيع ديالكم والكومنتات الزوينه اللي كتعطيونا والطاقه الايجابيه اللي كنستمدوها منكم يا احلى متتبعين والله يخليكم لينا ان شاء الله وصفقات ديال الزير بغيت غير نشمها شفيره ريحتها واعره والله الا بغيت نشم ريحتها متتبعه زوين عندي انا زرعها ميمه في الدار لهيه مزرعه ياسين شرا الشجره ديالو بلديه وزارعينو على يد ياسين زعما الحمد لله كيسقي وداكشي نقيقي وغاسلين احسن حاجه هي داكشي اللي في الدار كيكون نقي كيحمقني ندير واحد الوريق هكا فمي كيحمقني داك لوغو ديالو زوين عرفتي هذا في الحوت كيجي غزال بصح كيحمق في الحوت هانتي امي مختي شوفي فراتي كيبقى عام عامين هادي دابا تضرب ليه بصح ضربتي تسالي راسها ان شاء الله باش تجيب الزيت راه نفس الزيت كناكلو كاملين زيت وحده كتجينا ياك امي هنا والله الا زيت وحده ان شاء الله الله يجعل سدار بالعقبه العام الجاي ان شاء الله يا ربي ناكلو ونشربو ويخس خير ان شاء الله يا ربي هادي خاصنا نقصنا شويه باش تسد لي صح هكا حيت عندها هذا هاكي دخل فيها الانبوب هادي كاع زوينه تقد ديري هكا ترشي فوق داكشي اللي بغيتي هادي واعره انيقه حتى هي كذلك ايوا ردي عندي وقولي لي واعره يا صافي انا هادي تيش كتخلط فيهم لا لا تبنا ما شاء الله ها انت المشاهدين ها انت نقطرو هادي برافو مي منى صافي صافي حبسي ارصا بلاتي عاوتاني تتشرب بصح حتى حتى تشرب مزيان عاد زيدي واحد شويه صراحه هاد الله راه ما كتسهلكش بزاف ديال الزيت كما شفتو راه هادي تقدر تكون هازه ايترون سيكي ايترون شوفي شحال درت ليها فيها وخرجت ليا جوج قراعي وهادي حركي يعني الكميه اللي هي زوينه وعمليه انا كديريها يعني اطر الا خرجتي منو جوج قراعي ولا ثلاثه راه ما غاديش ندمي عليهم غتاكلي فيهم صيف وشتا وريني واعره ان شاء الله طول عمركم يا احلى مشاهدين ديالنا نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو وغنتسناو ان شاء الله هذه الكبه ديال ماما يلا خليكم معنا على ما طيب الهريسه ديال ماما ونرجعوا لكم كتشوفوا معنا يا متتبعين ها هي دي هاد كاين عندي ها هي دي هاد الحور شوفوا الحاجه هذا اللي طاب هذا طايب غير في الماء كما قالت لكم درتي له الماء شويه الماء ماما ها شويه الماء درت له الماء وخليته تاج المهم غير باش ما تلصقش شوفي كي جا كيتعلق اختي جيب الكاميرا هنا باش يعرفوا البنات الطريقه وتنجح لهم ويجيو زوين تزيد لهم الزيت وديك الزويته يا البنات اش غنقول لكم بسم الله انا كنطحنوا هنا وغنوريكم كي جا وبعدا غنطلب واحد الحاجه من ماما حيت رايا نعتي كنطحن وانا كنعتي صح ماما غير دير رايا اللي هي مسكين ها هو دا خاين زرافق يلا ماما دير مشاهدي دير باي باي 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 اللي دير باي باي ماما دير باي ماما عرفتي غادي تديه ليا ماما غير هي وتودعي بعدا مع المشاهدين ولا حتى هادشي حار يلا ماما ماما احبي بديالي يلا واسمحوا لنا المشاهدين ديالنا الاعزاء الله يرضي عليكم وشكرا لكم وقبلوا على هذا الفيديو الله يرضي عليكم داخل المغرب وخارج المغرب وشكرا لكم بزاف الله يحفظكم صراحة الله الله المهم اختي لا حار لا كترهج بصح انا شحال مع 9 الصباح والله كنت حنا وانا عفتي بغاو يدعموا عليا هانتي شوفي هريسة هانتي اجي تشوفي هادي اللي طحنت بعدا ها
نقرا هذه باش ما نطيح شي حاجه هنا. شوفي هذه اللي طحنت دوار، شوفي كي كتجي خشي، عرفتي شحال حاره؟ اقسم بالله انا درتها على فمي. شوف هنشوف هانتي خاطره. ويلي ويلي بغيتي تموتي. هادشي حار يا اختي، حاره حاره ديال الصح. وغادي نستمر ان شاء الله في الطحين، غادي نطحنها كامله هاد الكميه هادي. اها ومن بعد اختي وميمة غادي نديرها في قريعات ونكب عليها من الفوق الزيت البلديه باش حتى هي ما كتخسر ليكمش، وديروها في الثلاجه ديالكم وفوق ما بغيتو، وجبدوا وكلوا بالصحه والراحه. يلا دابا باش نخليو كلامات تكملي، ونتمنى هاد الفيديو ان شاء الله يعجبكم كما كنقول لكم دائما. والله يخلي لنا والدينا ويخلي لكم والديكم ويخلي الوالدين ديال الامه كامله ان شاء الله يا ربي. وبقوا معنا ان شاء الله حتى الفيديو الجاي، واحد الفيديو اللي هو حماسي غزال ان شاء الله، اللي هو شي حاجه للعنايه بالبشره. المهم تسناونا غادي تشوفوا ان شاء الله اسرار ديال تيتي. خليكم معنا الفيديو الجاي. سلامه، باي باي لكم المتابعين، الى اللقاء.